انا تعرضت لواحد الظلم كبير من طرف رئيس مقاطعه بني مكادا. يعني شهر قبل ما نحول الناس عاملين شكايه كيلتمسوا فيها رفع الضرر، ولكن كيفاش يعقل ان شي حاجه كتاذيك وهي غير كاينه، ما كايناش في ارض الوجود؟ وملي دخلت عند رئيس المقاطعه قال لي صافي، يعني ملف عندك ما عندك حتى شي مشكل. قال لي رجع غدا في الصباح باش تخلص المسائل ديالك، الرسوم القانونيه باش تسلم باش تشبع الرخصه وصافي. كنت فاجئ انني ملي كنجي على غدا في الصباح انه الرئيس كيتبدل الراي ديالو. كنت فاجئ بلي المشكل باقي ما تحلش. مباشره ملي خرجت انا من المقاطعه، هذه الدجاره هذه دخلتنا عنده وكذا ودازت شي امور تما. السلام عليكم، معكم الشاب صلاح الدين غداني، مقاول ذاتي ومن مواليد مدينة طنجة. المهم انا تعرضت لواحد الظلم كبير من طرف رئيس مقاطعة بني مكادا ومن طرف بعض السكان اللي عندي هنايا. كيف ما كتلاحظون المحل ديالي انا عبارة عن قاعة العاب فيديو اللي صغيرة بزاف، يعني شني فيها جوج بلي اربعة وجوج بلي ثلاثة صغارين. جات القاعة ما كتفوتش 15 متر، جات في الدار ديالنا الحمد لله. المحل ديالي فممنوع التدخين، جا في الدار ديالنا، يعني كنحترم مواقيت العمل، كنحترم المسائل ديالي كامله. هادشي من بعد ملي كنفتح شهرين ملي كنفتح محل، كيجي عندي القايد وواحد من السلطه ديال الجماعه كيقول لي خصك تشد المحل وكذا، علما ان الرخصه ديال هاد المحل هذا ما كانتش متوفره في ديك الساعه. فمع الاسف ديك الساعه ملي جا شد لي انا، يعني كيفاش انني خدمت الدعم ديال برنامج انطلاقه، ان هذا المشروع هذا ما عملتوش بالمال الخاص ولا كذا. انا شاب تقاتلت مع الوقت، بديت المحل ديالي من والو في الاول شويه بشويه. المهم وجات جائحه ديال كورونا، توقف ديك الساعه امور. ملي جات مور كورونا ديك الساعه خديت الدعم اللي ترفض لي جوج مرات، دفعت الدعم ديال برنامج انطلاقه اللي هو برنامج ملكي عملو سيدنا الله ينصرو باش يعاون الشباب ديال هاد المدينه وفي المغرب كامل انهم يخدموا ويتحركوا شويه. والحمد لله حنايا يعني الحمد لله انا واحد من داك الشباب اللي استفدوا من هاد الدعم هذا، وقدرت انني نجهز المحل انه يكون في الشروط والمستوى اللي يستقطب الزبناء. مع الاسف كيف ما قلت لكم انه جات عندي ديك الساعه قايد قال لي خصك تشد وكذا، قال لك عندك شي الناس كي عاملين لك شكايه وكذا. هادشي فوق شهر أربعة وانا فتحت في شهر جوج ديال 2022. وكيفاش انني مور من هيداك عاد كنسوق الخبر انه هاد الناس هادو عاملين شكايه في شهر واحد، يعني شهر قبل ما نحول الناس عاملين شكايه كيلتمسوا فيها رفع الضرر. عندك ملي كتعمل شكايه ديال رفع الضرر اذا انت كتعرض للضرر، اذا شي حاجه كتاذيك يعني. ولكن كيفاش يعقل ان شي حاجه كتاذيك وهي غير كاينه، ما كايناش في ارض الوجود؟ اذا هنا كيتبين الظلم ديال الناس هادو وشهاده الزور والكذب ديالهم، وانهم النيه الواضحه باش يدمروني ويحاربوني. وشني السبب؟ الله اعلم. حيت هادشي كامل ملي كنحاول انا نتواصل مع السكان، مع الاسف الغالبيه ديالهم ما كيبغيوش يهضروا معايا. كنقول لهم يلا انا فوق الطابله، عندكم شي مشكل شي حاجه وريوني الضرر هذا. كنحاول نتواصل مع السكان المقربين اللي كنقول لهم فين عندكم مشكل، يعني الناس كيضحكوا معايا سلام صباح الخير كذا بخير، يعني امور هانيه. كنتفاجئ انه ملي كتوصل لي نسخه ديال الشكايه كنتفاجئ في سيد مسجد من الحي من قاعد الحي، سيد ما بيني وبين والو كيدخل منسق فيا. انا كنت كنسقسيهم كنقول لهم واش يعني امور مزيانه كذا، فهادشي في تعود العشيه كنتلاقاو جيرانايا كنقول ما كاين والو. فمن بعد عاد كان المهم هادشي كامل طالعه موراه جار واحد، واللي ماشي تا جار يعني الزوجه ديالو هي اللي عامله هادشي كامل، هي اللي كتحافظ الناس وكتهضر مع الناس وكذا. الجار ديالو وهذا الراجل هذا انا مشيت الجار هذا مشيت نهضر معاه، وانه كنقول له السلام عليكم فلان فلاني كذا، يلا نمشيو نجلسوا في قهوه كذا نحلوا هذا المشكل هذا. وما كيرفض يهضر معايا، يعني هنا كيبين بلي هاد الناس هادو يعني خصهم يحاربوني وكذا، عندهم شي حق في الداخل ديالهم ما عرفتش اش عندهم. مع الاسف انا ملي دفعت الملف ديالي ديال الرخصه القانونيه في مقاطعه بني مكادا دازت اللجنه ديك الساعه. المهم يعني واخا ما كاينش دفتر التحملات ديال هذا المشروع هذا،
يعني دوزوا لي الامور، جات اللجنه شافت الى اخره، جا عندي موافقه القائد، موافقه ديال التعمير، موافقه ديال الوقايه المدنيه، يعني اللجنه كامله موافقه. وملي دخلت عند رئيس المقاطعه قال لي، ملي شاف الدوسي ديك الساعه ملي دازت اللجنه والامور، شاف الدوسي قال لي صافي، يعني ملف عندك ما عندك حتى شي مشكل، يعني هاد الجيران هادو ما بينك وبينهم والو، يعني الناس يعني كيكذبوا، يعني صافي تبين الحق صافي. كانت هادي شويه لديك الربعه ونص ايضا، يعني مقاطعه كتشد. قال لي رجع غدا في الصباح باش تخلص المسائل ديالك، الرسوم القانونيه باش تسلم، باش تشبع الرخصه وصافي. كانت فاجأ انني ملي كان جاي غدا في الصباح انه الرئيس كيتبدل له الراي ديالو. كنتفاجئ بلي المشكل باقي ما تحلش، شني السبب الله اعلم. ديك الساعه السبب كان مجهول، ولكن بعد ملي كان زيد نبحث انا وكذا الامور، كنكتشف بانني مباشره ملي خرجت انا من المقاطعه، هاد الدجاره هادي دخلتنا عنده وكذا، ودازت شي امور تما الله اعلم شني هي. كيف ما كتعرفوا، كيف ما قلت لكم بلي انا استفدت من برنامج ملكي المشروع واد كريدي، وانا دابا حاليا مجدود من طام اللي جا شاد لي قايد، وانا حاليا ما عنديش كيفاش نخلص هاد الكريدي هذا، ومحل مجدود وطالعين ليا تبوعات والضوء فواتير المختلفه. ف كان طالب سيد الوالي انه يتدخل في هذا الامر هذا، وانه ينصفني باش نتسلم الرخصه القانونيه ديالي، علما انني مسائل ديالي كامله معوطه مزيانه، والكاذب وهادشي اللي كيقوموا به الجيران هادو يعني حتى هو واضح، وحسبي الله ونعم الوكيل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.